خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب قد تبت فاغفر زلتي كرما، وارحم بعفوك من أخطأ ومن ندم. لا عدت أفعل ما قد كنت أفعله عمري، فخذ بيدي يا خير من رحمه. إلهي لا عدت أفعل ما قد كنت أفعله عمري، فخذ بيدي خذ بيدي يا خير من رحمه. إلهي هذا مقام مظلوم خائف وجل، لم يظلم الناس لكن نفسه ظلما، فاصفح بعفوك عمن جاء معتذرا، واغفر ذنوب مسيء طالما اجترما. يا رب يا سامع النداء ويا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم بسطت يدي فارحمني وتب علي. اللهم ظالم النفس ظلما كبيرا كثيرا عظيما، وأنت العظيم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب الحيارى، يا حبيب المساكين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، فبحر جودك لا ينتهي. يا كريم يا منان، سبحانك 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 من مليك ما أمنعك، وجواد ما أوسعك، ورفيع ما أرفعك، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. سبحانك بسطت بالخيرات يدك.